أخبار اليوم. أول حاجة جت عربية نص نقل المفخخة ضربنا على نار قبل ما توصل الكمين كانت متفجرة. واحد صاحبي شهيد الله يرحمه اسمه عبد الرحمن خد المتعدد وقام جري على السلم موت 8 لوحده. أول طلقة خدها في الفيس بتاعه ما جرالوش حاجة مكمل تاني, خد الطلقة التانية مكمل تاني, خد التالتة في دماغه وقام استشهد الله يرحمه. كله كان عارف هو بيعمل ايه, لو خفنا كنا متنا, لو احنا كنا خفنا في المكان ده كنا متنا. البلد دي بتاعتنا احنا, مفيش حد يعرف يخشها طول ما احنا موجودين في هذه البلد, مفيش حد يعرف يخشها ولا ياخد حتة منها, ولو هنموت لازم نموت بكرامتنا وشرفنا.